فيه رواية الابن عن جده بريد عن أبي بردة. فيه رواية الابن عن جده، نعم، بريد عن أبي بردة. ثلاث، فيه رواية الابن عن أبي أبو بردة عن أبي موسى. نعم، فيه رواية الابن عن أبي أبو بردة عن أبي موسى. هذه تسمى الأسر العلمية. إذا أردت أن تنجب أولادا علماء أو طلبة علم، احرص على أن تجعل نفسك مع الأسرة العلمية، ليس فقط أهل ديانة واستقامة، احرص على أن يكونوا أسرة علمية. هذا إذا كان عليك طلب، يعني إذا كنت ممن يقبل إذا طلبت، أما إذا كنت ممن عامة الناس ولا أحد فارضى بأي زوجة أن أستر. فإذا تنبهوا إلى هذين الأمرين، هنيئا لمن أكرمه الله فكان مع الأسر العلمية، فزوجته أبوها عالم وأمها طالبة علم وجدها وخالها وعمها وأسرة علمية، فماذا ستنجب لك؟ ستنجب لك مظنة أن تنجب لك عالما. أما إذا حماتك لا هي طالبة علم ولا حماك طالب علم ولا أبوها طالب علم ولا أمها طالبة علم ولا خالها ولا جيرانها طلاب، شو بدها تطلع أولادك من هالمجتمع؟